حياكم الله مشاهدينا الكرام، سعد الله اوقاتكم بكل خير. اهلا ومرحبا بكم مع الفتره الثانيه من برنامج المؤشر، وفي جلسه بدايه هذا الاسبوع، والتباين هو السمة الابرز وارتفاع طفيف للشركات القياديه وكذلك المؤشر العام 15 نقطه كنا مستقرين فيها على مستوى 5059 نقطة للمؤشر الأول، بينما التراجعات كانت من نصيب المؤشر الرئيسي اللي ما زال في المنطقة الحمراء في جلسة اليوم. لكن حقيقة عروض وأيضا طلبات منذ بداية هذه الجلسة كانت تعطي صورة وملامح لجلسة متراجعة أو حتى متباينة وارتفاعات طفيفة مثل ما شفنا حتى هذه اللحظة. 7 نقاط يرتفعها المؤشر العام مشاهدينا الكرام عند مستوى 4709 نقاط. السيولة ضعيفة 19 مليون، والكميات 77 مليون، وكذلك عدد الصفقات 4691 صفقة. إذن 4709 نقاط، ارتفاع 7 نقاط للمؤشر العام. الصفقات 4691 نقطة و19 مليون هي القيمة المتداولة، وكذلك السيولة لجلسة هذا اليوم. واضح جدا البداية الضعيفة لهذا الأسبوع على عكس الأسبوع الماضي اللي كان فيه ارتفاعات وتراجعات، وشفنا أيضا ارتفاعات على مستوى الشركات القيادية وكذلك مستوى الشركات الصغيرة. لكن نتابع أيضا فترة الشراء في ما بعد الإغلاق وفترة المزاد الآن، نشوف أيضا الصورة مثل ما هي لم تتغير، لا يوجد تغيرات إيجابية أو حتى تغيرات جوهرية عن نمط هذه الجلسة اللي كانت مملة حقيقة منذ البداية وحتى اللحظات الأخيرة من عمر هذه الجلسة. نشوف أيضا التراجعات من ما زالت على الشركات الصغيرة والمتوسطة، واللي بطبيعة الحال لم تستفد من ارتفاعات الأسابيع الماضية الشيء الكثير، فبقيت متراجعة في المنطقة الحمراء عند مستوى 4000 نقطة، وكذلك أيضا الشركات القيادية اللي أيضا ارتفاعاتها اليوم كانت طفيفة. ما شفنا أيضا في الكميات أهلي متحد، شفنا اليوم على تصدر لحجم الكميات، بيتك الدولي، الصناعات كلها في المنطقة الخضراء بنسب بسيطة جدا. لكن شفنا أيضا من القيمة المتداولة بيتك حاضر، وكذلك أجلتي وأيضا الوطني من ضمن الأكثر 5 شركات من حيث القيمة والسيولة لجلسة اليوم، والوطني والدولي كذلك متصدر من حيث القيمة في جلسة اليوم. حقيقة واضح جدا أن بعض الأخبار الإيجابية اللي قرأناها عن ضخ مزيد من السيولة وكما قيل 300 مليون أو غيرها تأتي إلى البورصة وتنعش الشركات القيادية، كل هذه الخطوات لم نجد لها يعني شيء ملموس على تداول اليوم كما هو واضح منذ انطلاق هذه الجلسة. توقعنا أن تكون هناك أيضا ارتفاعات، توقعنا أيضا أن تكون هناك يعني على الأقل حدة في الارتفاع أو حتى في التراجعات، لكن أن يبقى الحال على هذا النحو ما بين ارتفاعات طفيفة وكذلك تراجعات طفيفة أيضا للرئيسي، والسيولة تكون على هذه المستويات 19 مليون أو حتى 20 مليون، وكذلك الكمية المتداولة 77 مليون. كل هذه مؤشرات على حقيقة المراقبة وكذلك الهدوء وأيضا المتابعة بحذر للتداول خاصة في هذه المراحل. أستاذ فهد صقر ضيفنا من داخل الاستديو ومدير معهد الدراسات الاقتصادية والمالية والمحلل والخبير الاقتصادي، اليوم بداية أسبوع وأيضا شفنا تباين من حيث المؤشرات وكذلك تباين لكن تباين طفيف، ارتفاع للشركات القيادية وتراجعات مستمرة على مكونات المؤشر الرئيسي، ومثل ما أنت شايف أيضا المؤشرات والسوق الرئيسي أمامنا. تعليقك. اهلا وسهلا بك، رحب فيك ورحب باخواننا المشاهدين. بشكل عام اعتقد كان يعني
تداولات اليوم نوعها فاترة نسبيا اليوم واضح من القيمة والكمية وعدد الصفقات المتداولة، فهي نوع فيها مثل ما ذكرت أخذ آخر كلمتين أنت قلتها فيها نوع من الحذر النسبي، خاصة أن اليوم جلسة دائما نذكر أخواننا أن جلسة يوم الأحد دائما ما تكون عندنا فيها ميزة مختلفة لأن معظم الأسواق العالمية مغلقة، فهناك حذر حق جلسة يوم الاثنين وهو ردة فعل يمكن الأسواق العالمية اللي ممكن نتأثر فيها تأثير يعني مباشر أو غير مباشر على 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 سوقنا، خاصة على السوق الأول لأن خاصة مكوناته تهتم فيها مستثمرين أجانب بشكل كبير جدا. ممتاز. يوم الثلاثاء أيضا اختبار لمورغان ستانلي، توقعاتك لهذا اليوم على ضوء بداية هذا الأسبوع؟ أنا أعتقد لا نزال يعني الملاءة المالية لشركاتنا، وأعتقد يعني يمكن هيئة سواق المال شركة البورصة لجميع العاملين قاعد يؤدون أداء يعني عالي الجودة لمحاولة ترقية سوقنا بشكل أفضل. أنا أعتقد إحنا وصلنا إلى مراحل يعني اليوم عندنا وعي كبير وعندنا نضوج من خلال كذلك من المتداولين إلى فعليا هيئة سواق المال اللي يعني فعليا شفنا ما شفنا منها إلا يعني كله تطوير بشكل مستمر منذ تقريبا إنشائها، وهذا أعتقد يعني يعطينا حافز إن نشوف إن ممكن مراجعة مورغان ستانلي تكون في الوضع الإيجابي أكثر من الوضع السلبي. ممتاز. في القبس اليوم إن هناك يعني 300 مليون دينار من التأمينات إلى البورصة، الخبر يقول علمت القبس أن المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية سحبت من مصارف نحو 300 مليون دينار على أن توجهها للاستثمار في سوق الكويت الأوراق المالية. تأثير مثل هذا الخبر على أو حتى مآثره على جلسة اليوم؟ شو دائما نتكلم إن كانت يعني تأمينات أو حتى يمكن هيئة العامة الاستثمار أو من يقتنص وينظر نظرة مستقبلية يعني متوسط الأجل حتى فقط لنهاية سنة أو لسنتين قادمتين، أعتقد الأسعار الآن مغرية جدا، المعطيات بشكل عام كسوقنا معطيات إيجابية، التطوير موجود، القيم ومكررات الربحية والعائد على الاستثمار لكثير من هذه الشركات تعطي فرصة استثمارية واقتناص هذه الفرصة، خاصة أن الأسعار تقريبا معدل حوالي 30% انخفضت، وهذه فرصة لتجميع أكبر كمية ممكنة للنظرة المستقبلية. ممتاز. التباين أمر طبيعي في بداية هذه الجلسة. الأسبوع الماضي إلى أي حد يتشابه في بداية هذا الأسبوع إذا ما تكلمنا عن من أحد إلى أحد؟ هذا صحيح، يعني أنا دائما نقول يوم الأحد خاصة بالأوضاع اللي هي غير مستقرة، دائما يكون الأحد لا علاقة بالأسواق العالمية أكررها، ومرتبطين إحنا خاصة مع مؤشر فوتسي كما أذكر أنه يجب أن مراقبة مؤشر فوتسي لأن الكورليشن أو ما يسمى نسبة الارتباط بيننا وبينهم من خلال حركة على الأقل المؤشرات اليومية نلاحظها يعني فيها نوع من التقارب بشكل كبير جدا، هذا يعطينا إشارات إيجابية. اليوم مورغان اليوم طبعا فوتسي مغلق لأن اليوم جلسة الأحد، يفترض أن نراها يعني جلسة الغد ونشوف تأثيراتها. تعليقك على الإغلاق في جلسة اليوم على 4712 نقطة على 10 نقاط خضراء لهذه الجلسة، كيف تقرأها؟ أعتقد جلسة اليوم مقبولة نسبيا يعني بجميع الأوضاع بالقيمة المتداولة بالكمية بعدد الصفقات، واضح أن التركيز كان على السوق الأول أكثر من على السوق الرئيسي، من ناحية لو راجعنا الكميات هنلاحظ أن معظمها ذهب إلى السوق الأول، فهذا يعطي أن إشارة المضاربات اليوم كانت فيها يعني نسبتها أقل من ما هي عليه في الجلسات السابقة، وأعتقد يعني النظرة المستقبلية هي أو الاستثمار على المدى المتوسط هو السائد باقتناص الفرص، خاصة عندنا بالسوق الأول والسوق الرئيسي هناك أسهم فعليا ذات ملاءة مالية عالية جدا، وأعتقد يعني من ينظر نظرة مستقبلية ممكن يستثمر في هذه الأسهم بطريقة يعني مدروسة وبطريقة علمية. ممتاز. لو نظرنا فنيا إلى مؤشرات، مؤشر السوق القيادي والسوق الأول ومؤشر الرئيسي كلهم قريبين من نقطة الصفر، هذه 5060 نقطة، القيادي وكذلك أيضا الرئيسي 4029 نقطة. ماذا لو كسرت كل مؤشر هذا الرقم؟ نزلنا عن 4000 نقطة للمؤشر الرئيسي وكذلك أيضا نزلنا عن 5000 نقطة للمؤشر القيادي. نعم، هذا يرجعنا كأنه في بداية يعني المشوار بعد ما انطلاق يمكن المؤشرات الجديدة وتراجعنا نسبيا في هذه القيمة،
وتراجعنا نسبيا في البداية لأن كانت السيولة والقيمة والكمية كانت فعليا ضعيفة أعتقد، والأسعار كانت فعليا مغرية تقريبا قريبة من هذه الأسعار اللي احنا نتكلم عليها في هذه المرحلة. وأنا أعتقد يعني أي إذا تكلم على كسر أو اختراق في المستقبل أعتقد أننا نظرة يعني إيجابية أكثر من هي نظرة سلبية خلال الحركة القادمة، إلا ما هناك يعني تأثيرات عالمية اللي ممكن تؤثر علينا تأثيرات يمكن سلبية إذا ما تطورت الأمور إلى شكل أسوأ ما هي عليه الآن. ممتاز. ماذا عن القطاعات وحركتها وتباينها؟ شفنا أيضا قطاع التكنولوجيا على استقرار، قطاع الخدمات المالية على تراجع، ومؤشر العقار على ارتفاع، بينما مؤشر التأمين على تراجع، ومؤشر البنوك أيضا على ارتفاع، والاتصالات أيضا على ارتفاع. التفاوت ما بين ارتفاعات وانخفاضات ما بين قطاعات السوق. على صحيح، يعني اليوم لأن رحنا حق قطاع خاصة اللي هو تراجع، نتكلم على قطاع المالي أو الاستثمارات المالية، فنشوف إنه لأن معظمها استثماراتها في الأسهم، يعني ما أتكلم كلها جميعها في الأسهم، لكن لها نسب كبيرة عن تراجعات الأسهم المحلية والعالمية والخليجية أكيد حيأثر على بياناتها المالية. ولاحظ أن بعض الشركات قاعد تراجع حتى توزيعات أرباحها خلال الأيام القادمة، وهذه الأسهم طبعا معظمها فيها نسبة مضاربية أكثر من هي عملية يعني استثمارية طويلة الأجل. هناك من يريد أن يستغل الفرصة، ولكن أعتقد البيانات المالية يعني النزول بشكل كبير جدا بناء على البيانات المالية. طبعا هني لازم نشكر يمكن هيئة سواق المال وشركة البورصة بتأجيل بيانات الربع الأول إلى الربع الثاني، لأن اليوم هذه البيانات ممكن تؤثر تأثير سلبي على كثير من المتداولين. فأعتقد التأجيل يأتي من مصلحة الشركات ويأتي كذلك من مصلحة المتداولين والمستثمرين قصير الأجل. في صدارة القطاعات اللي ارتفعت ولازالت في ارتفاع مؤشر السلع الاستهلاكية 28.6 أعشار النقطة، هل سنشهد أيضا ارتفاعات على السلع الاستهلاكية في قادم الأيام إذا ما كنا على هذه المرحلة وعلى هذا النحو؟ هذا صحيح، كبيانات مالية ممكن تكون لها أداء مالي عالي جدا، ولكن نقص السيولة في السوق لهذه الأسهم ورغبة المتداولين هي اللي يمكن ما تعمل عملية تشجيع استثمار قصير أو طويل الأجل. ممتاز. لو تكلمنا عالميا إقليميا، لو شفنا الأسواق كذلك السعودية على ارتفاع، قطع ارتفاع، بينما أسواق دبي وكذلك أبوظبي كلها على تراجع ما عدا مسقط اللي على استقرار، وسوقنا اليوم نحن أيضا على ارتفاع طفيف. كيف تقرأ هذا التباين؟ هل الخليج الآن كله يترقب أسواقه أو بورصاته، أم أن والله هناك أيضا معايير أخرى يرتكز عليها ترتكز عليها بالدرجة الأولى أسواق المنطقة؟ أكيد اليوم أسواق المنطقة تتأثر باقتصاديات الدولة يعني كدخولات. اليوم تأثيرات يعني فيروس كوفيد 19 أكيد لا ينعكس علينا بشكل مباشر. اليوم المبادلات التجارية إحنا عندنا الصادرات من أقل غير النفط، يعني صادراتنا ضعيفة جدا نسبيا، فتأثيراتنا على العالم من الصادرات أعتقد نسبيا يعني ضعيفة. كذلك ممكن يعني يمتصها السوق المحلي من الإنتاج، إن كان هناك في صادرات ممكن يمتصها السوق المحلي، ولكن التأثير أعتقد هيأتينا من أسعار النفط والاحتمال الضعف في الاقتصاديات العالمية. التعافي اللي كان نشوفه نسبي في الصين ممكن يعطينا يعني أمل، يعني بصيص أمل للمستقبل أن هناك في على الأقل استقرار، وهناك التوافق في أعتقد أوبك لموضوع تخفيض نسب النفط. هذا كله ممكن يعطينا بصيص أمل على الأقل باستقرار أسواقنا المحلية، ويعطينا يعني فرصة على الأقل التقاط الأنفاس. كم مساحة يأخذها الآن موضوع النفط مقارنة بموضوع فيروس كورونا، باهتمام المراقبين كذلك أيضا، وكجزء من حل الوضع الحالي المتراجع لجميع الأسواق تقريبا؟ اليوم الدولة تنظر نظرة في احتمال مشروع يطرحونه لمجلس الأمة اللي بحوالي اقتراض حوالي 20 مليار. فاليوم أسعار النفط مهمة جدا بالنسبة حق دولة الكويت، أي ارتفاعات إيجابية أعتقد حتخفف من وطأة أو حتى ما تعمل ضغط على
أعضاء مجلس الأمة من ناحية والحكومة من ناحية أخرى. فاليوم يمكن القيمة وهي قيمة يمكن يأخذون فيها موافقة مبدئية ولكن مو لازم يعني يطبقونها حرفيا إلا إذا تم الحاجة لها. فأعتقد أسعار النفط لها دور كبير جدا أفضل من يعني بيع جزء من استثماراتنا الخارجية لأن اليوم استثماراتنا الخارجية كذلك متأثرة نسبيا والعائد عليها من الاستثمار في السنوات الماضية مجزي جدا. فأعتقد الاقتراض أفيد لنا كدولة على النظرة المتوسطة وطويلة الأجل. ممتاز. ماذا عن أيضا المرحلة القادمة؟ ماذا عن الربع الأربعة القادمة؟ هل تتوقع أنه والله سيكون تشهد أيضا تراجعات أم حتى يعني أوضاع مغايرة عما نشهده في بداية هذا الربع؟ أعتقد سوقنا يعني مرتبط بالأسواق الخليجية وأسواق العالمية. يعني اليوم ما يحدث في الأسواق العالمية أكيد حيتأثر تأثر فيه تأثير إن كان سلبي أو إيجابي. فأتوقع يعني كتوقعات أو قراءات للمستقبل أعتقد حتكون الآن ضعيفة جدا لأن فعليا لا نرى وين واصلين في موضوع على الأقل الفيروس كوفيد 19 وتأثيراته العالمية. خاصة أن اليوم أعتقد صار ضعف حالات الأيام الماضية. يعني اليوم الإصابات على مستوى العالم ضعف حالات الأيام الماضية. يعني فهذا العمل يعني قاعد يعطينا فيه نوع من التصاعد اكثر منه فيه من نوع من التراجع. ولكن اعتقد سيطره العالم اليوم الوعي العالمي بدا يتكاتف لمواجهه هذا الفيروس. خلينا ننظر شوي لداخل السوق من حيث الكميات والقيمه المتداوله. نجد بيتك اليوم حاضر. كيف تقرا بيتك في مثل هذه البدايه اليوم وايضا تقرا تداوله بشكل عام في هذه المرحله؟ يعني أنا ما بخصص يعني اليوم بيتك ولكن فعليا بشكل عام يعني هو باعتبار الأول في الكمية وكذلك القيمة. هذا صحيح. يعني دائما يمكن نشوف قطاع المصرفي عليه حركة يعني إيجابية وهذا طبعا نظرة مرة ثانية استثمارية متوسطة لطولة الأجل. خاصة عندنا هناك في يعني بيانات مالية مجزية لا يزال هو محمل بالأرباح. إذا كنا نتكلم على بيتك أو كثير من القطاع المصرفي محمل بالأرباح. هناك من ينظر إلى توزيعات الأرباح في هذه المرحلة. هناك ينظر إلى السعر أنه إيجابي. فأعتقد اليوم يأتي نشوف ممكن نشوف مضاربات وممكن نشوف فعليا استثمارات متوسطة إلى طويلة الأجل. ممتاز. هل سيكون مرهون هذا الوقت بالمراقبة أكثر بالمضاربات الخفيفة أم سيكون هناك أيضا انتعاشة ونشاط يعني للسوق من جديد؟ اعتقد اليوم يعني هناك انا بسميهم يعني ما يقدرون يعني يفتكون من يعني من 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 السوق. انا بسميهم مدمنين التداول بشكل عام. فعليا هناك ارتباط نفسي ويعني هذا جزء من حياتهم اليوميه وهذا بالنسبه لهم عمل. فاعتقد المضاربات اليوم تكون بنسبه على الاقل من القيمه اللي هو مخليها للتداول افضل ما هو يعني يبتعد عن السوق بشكل كامل. والتداولات اعتقد فيها مضاربات واضحه جدا عندنا خلال الاسبوع لو لاحظت حتى ان كان القطاع المصرفي او بعض الشركات نلاحظ هناك في جلستين ثلاثه انخفاض او جلستين اخرتين معاكستين فيها ارتفاع او نسب معينه فيها نسبه الارتفاع والانخفاض. اللي يراقب هذه الحركه ممكن يعني يقتنص العمليات المضاربيه. ولكن اتوقع ان معظم من ينظر نظره مستقبليه مره ثانيه ما لا ينظر إلى المضاربات الحالية إنما لأن فيها عملية مخاطرة عالية جدا. أعتقد العملية استثمارية طويلة الأجل أفضل ما تكون يعني استثمار مضاربي باعتبار المستويات السعرية اللي فيها السوق الآن. هذا صحيح. المستويات السعرية من خلال بيانات المالية من خلال مكررات الربحية من خلال مكررات القيمة الدفترية هناك بيانات كثيرة تشير إلى أن فرصة استثمار الآن أفضل ما هي عليه. يعني يعني لو رجعنا بس فقط قبل شهرين حنلقى ان الاسعار نعم منخفضه جدا وكنا هناك نتامل الى اسعار اعلى مما هي الان عليه. الان احنا اسعار منخفضه اكثر من 30% من ما كانت عليه في السابق. فاعتقد اليوم فرصه استثماريه ممكن هناك ينظر نظره يعني تخوف ان احنا في احتمال تراجعات جديده. نعم الاحتمالات موجوده ان كان على سوقنا او الاسواق الخليجيه والعالميه. فلا نزال احنا الوضع يعني في نوع من الربكة وعدم الوضوح بسبب فيروس كورونا طبعا واقتصاديات العالم من ناحية أخرى. أسواق المنطقة أسواق الخليج بشكل عام متداول وهو ينظر طبعا نفسية المتداول سواء كان مضارب أو حتى استثمار هي واحدة حتى طريقة التفكير قد تكون واحدة. كيف تقرأ أسواقنا الخليجية مع سوقنا؟ مدى التشابه العام اللي يلف كل الأسواق حاليا؟
انا اعتقد اليوم يمكن المتصدرين بشكل عام الاسواق لسوق المملكه وسوق الكويتي منطقه وعلى اسواق يعني المستثمر الاجنبي بشكل عام. اكيد طبعا نتكلم على سوق دبي وقطر فيها يعني اهتمام يعني على الاقل المحلي من ناحيتهم، ولكن اتوقع ان اليوم النظره على سوق المملكه وسوقنا يعني هم اللي اعتقد حياخذون حيز من الاستثمارات الاجنبيه خلال المرحله القادمه. ممتاز. هل توقعات ايضا على الاسبوع القادم كيف ستكون او حتى تتمت هذا الاسبوع، هل ستكون على هذا النحو؟ انا اعتقد خلينا ناخذ الاسبوع في اسبوع على حد ما نشوف احداث هذا الاسبوع، لان اليوم احنا فعليا مرتبطين باحداث يوميه ومدى تسارعها. لا ما نقدر ننظر نظره يعني حتى لو قريبه الاجل. اعتقد الاستثمار اللي ينظر نظره استثمار طويل الاجل ممكن يشتري، وطبعا ما يشتري بكميات كبيره، يشتري كميات مقبوله وممكن يتحفظ الى ممكن يشتري باسعار منخفضه مره ثانيه. ولكن اتوقع توقعات الاسبوع القادم ننظر ماذا يحدث خلال هذا الاسبوع من احداث عالميه. يعطيك العافية وشكرا لك على صحبتك معنا اليوم وعلى هذه القراءة المستفيضة حول أسواق الخليج بشكل عام وأيضا سوقنا المحلي. شكرا لك الخبير الاقتصادي الأستاذ فهد الصقر، والشكر موصول لكم دائما وأبدا مشاهدي ومتابعين برنامج المؤشر. نلقاكم إن شاء الله على خير في يوم الغد لمتابعة تداولات جديدة. نتمنى الصحة والسلامة للجميع، دمتم بكل خير وإلى اللقاء.